الكلام عن إعمار المساجد وفضل إعمار المساجد يا شيخ رضا اللي يساهم بقالب طوب في إعمار مسجد ما من المساجد ايه وضعه؟ أولا يمكن إعمار المساجد شيء محبب إلى قلبي لأنه شيء أراده الله سبحانه وتعالى و... واسمح لحضرتك أن أذكر هذه الآيات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور اتى من الله سبحانه وتعالى تجلى وتبلور يتجلى ويتبلور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال لها اذن مسبق ايوه يبقى أه الذي الذي اراد ان تقام هذه المساجد والذي اذن في رفعها هو الله يعني لا لاني ولا حضرتك ولا اي طبع حد ليه اراده ولكن طبع الله سبحانه وتعالى اذن ان ترفع ليه ليذكر فيها اسمه طيب ذكر الله سبحانه وتعالى ده عباره عن ايه عباره عن تقرب الى الله طيب الصلاه في, في في بيوت الله تفضل صلاه صلاه الرجل في مسجده تفضل صلاه في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين أو بسبع وعشرين درجة يبقى إذن لها مكانة تانية المسجد مكان الاتصال بين العبد وبين ربه فكل من يساهم وعده النبي صلى الله عليه وسلم بوعد من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة وفرق بين قصر وفيلا في متعدد الاغراض كل شيء انت عايزه هتلاقيه في القصر فربنا سبحانه وتعالى يجعل للانسان قصرا في الجنه وبمناسبه النور الذي ذكره لنا الحق سبحانه وتعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها النور ده فين؟ موجود فين؟ جوه البيوت جو بيوت, بيوت طبعًا. الله داخل بيوت الله فالانسان حين يوجد في بيت الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يريد دائما لنا الخير فان اصل الصلاه فرضت من الله سبحانه وتعالى في ليله الاسراء والمعراج والنبي عنده في سدره المنتهى من الله اللي هو نور السماوات والارض على سيدنا رسول الله اللي هو نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على في القران والقران نور خدت حضرتك اذا من واظب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه وفي حديث اخر الصلاه نور فتخيل حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبد ويكون سبب في ان ينال عباد الله على مر العصور والايام نور الله سبحانه وتعالى فمن جعل العباد ينالون من نور الله فان الله سبحانه وتعالى يجعل له من نور هؤلاء هياخد من نردة ومن نردة ومن نردة شوف حضرتك فتخيل فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يشاركون في بناء بيوت الله شوف يا أستاذ كريم ما أفضل وما أروع وما أجمل في أن يكون الإنسان مقيما لمكان يذكر فيه اسم الله لمكان يتصل فيه العباد بالله لمكان يكون فعلا آه، نجاة له آه، يوم القيامة لأنه ينجي من يواظب على الصلاة طبعا من العذاب وهنا بقى تقدر الإشارة يا حضرات أن في كثير جدا من الأحيان إحنا بنتكلم على مساجد بتتبني في مناطق معينة أهلها وسكانها نظرتهم للمسجد وتعاملهم معاه مختلف كثير عن تعامل أهل المدن الكبيرة نسبيا نعم. الناس دي مش مجرد بيقيموا الشعيرة من خلال تواجدهم في المسجد الناس دي بيربوا ولادهم في المسجد بالمعنى الحرفي للكلمه